نفر حجاج بيت الله الحرام إلى مزدلفة بعد أن قضوا نهارهم على صعيد عرفات وأدوا الركن الأعظم للحج. وبعد وصولهم إلى مزدلفة صلى الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. نعم، هذا ويبيت الحجاج ليلتهم في مزدلفة قبل أن يتوجهوا إلى منى صباح اليوم لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بعد أن أتموا الوقوف بعرفات ركن الحج الأعظم، نفر ضيوف الرحمن إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس اليوم، حيث أدوا صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة نبينا الكريم. يوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة، ويوم عرفة هو من أفضل أيام عند المسلمين، ويوم عرفة يوم عظيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذا يدل على مكانته ويدل على عظم هذا اليوم. وهذا اليوم ينبغي الحاج أن لا يفوت يعني الوقت، لأن كله بركة. وأيضا يوم عرفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال وقفت ها هنا، وعرف كلها موقف. وأيضا يوم عرفة هو اليوم الذي ينبغي الحاج أن يكثر من الدعاء، لأن الله عز وجل يعتق الكثير من الناس في هذا اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يعتق الله عز وجل عبدا في هذا اليوم، أي يوم عرفة. وأيضا يوم عرفة ينبغي أن يكثر من الذكر، وخير الذكر هذا الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا ينبغي على المسلم أن يعني يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة ولا يفوت هذا اليوم. وأيضا هذا اليوم خير لمن لم يحج، وهو الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نحو 2 مليون حاج من شتى بقاع الأرض على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وجنسياتهم تجمعهم روح الإسلام وكلمة التوحيد، نفروا نحو مزدلفة يجتمعون فيها قريري الأعين ذاكرين الله. وبعد أن يؤدي الحجاج صلاة الفجر في مزدلفة يغادرون منها عائدين نحو منى قبل شروق الشمس لرمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وسعي الحج وإكمال مناسك حج بيت الله الحرام. وكان قد وقف الحجاج منذ صباح اليوم بصعيد عرفات أعظم أيام الله ملبين رافعين أكف الدعاء راجين مغفرة الله ورضوانه في يوم تغفر فيه الذنوب وتفتح أبواب السماء وتجاب فيه الدعوات. وقد أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا على صعيد عرفات، واستمع الحجاج إلى خطبة عرفة. في هذه الأيام المباركة في عرفات الله ذنوب تغفر وحاجات تغضى وأمنيات تتحقق وهبات تعطى. عيد الرشيدي موفى تلفزيون دولة الكويت من مكة المكرمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.